احنا ده مش اول تجمع، احنا بقالنا فترة بنجمع، جمعنا المدربين بديهم شغل بتاع السنة ودي النظام اللي احنا هنشتغل بيه، نظام التعامل مع اولياء الامور والهيكلة بتاعت المدربين وكل حاجة بنشتغل عليها عشان نبدأ الموسم ان شاء الله نعمل حاجة كويسة. بياخدوا كل حاجة، احنا متجمعين على طول يعني اليومين دول ونحط الاسس اللي هنشتغل بيها وعايزين ايه من الولاد والهدف ايه من الاكاديميه كلها. زي ما قعدت انا مع لجنه الكوره وخدت الكلام من نجوم النادي الاهلي طبعا، كابتن خطيب وكابتن زيزو وكابتن علاء وكابتن حسام غالي، كل الكلام اللي انا خدته منهم بحاول اوصله للعيبه وبحاول اوصله لاولياء الامور وبحاول اوصله للمدربين. هيوصل ازاي لاولياء الامور من غير ما يوصل يروح للمدربين؟ لازم يروح للمدربين ويروح للمديرين على اساس ان احنا نبدا الموسم كل واحد عارف في شغله ايه، محدش يعدي حدوده، كل واحد يبقى عارف ان المدرب مدرب والاداري اداري والعامل اللي بيتعب معانا لازم يبقى عارف شغله ايه ومفروض يتكلم في ايه ومفروض ما يتكلمش في ايه، والمدرب حدوده ايه في الكلام وحدوده ايه في التعامل مع اولياء الامور، لان ده شيء مهم جدا ان احنا ننظم الدنيا. وابتدينا بقى في المرحله الثانيه، دخلنا بقى على شغل الموسم هيشتغل ازاي وتقسيمه المراحل السنيه، المفروض السن ده بياخد ايه بالظبط وبيشتغل ايه، وبنحضر مع بعض وبنجهز مع بعض وبنيجي بننفذ الكلام ده في الملعب. السن الاكبر طبعا بيبقى ليه شغل مختلف وكل الكلام ده تقسم واحنا نبتدي دلوقتي نشتغل عملي. وانا كنت قاصد ان انا كل يوم يبقى تجمع في مكان من اماكن الاكاديميه، يعني احنا رحنا مدينه نصر والنهارده في الشيخ زايد وان شاء الله الاسبوع الجاي هيبقى في القطاميه والاسبوع ورا هيبقى في الجيزه. لازم المدربين كلهم يعرفوا الدائره بتاعتنا رايحه فين وجايه منين، ومفيش حد بيبقى قاعد في مكان، كل الناس هتتحرك وكل الناس هتبقى شغاله على ان الاكاديميه كلها واحد. الشغل اللي موجود في مدينة نصر هو اللي في زايد، هو اللي في القطامية، هو اللي في أسوان. إن شاء الله الأسبوع اللي ورا رايحين إن شاء الله تبقوا معانا، هنروح أسوان، عندنا في أسوان فرع جيد محتاج إن احنا نبقى كلنا موجودين فيه، وعندنا في سوهاج فرع محترم جدا وعايز يوسع فاحنا هنروح نوسع معاه، وعندنا فرع في أسيوط فاحنا بنشتغل إن شاء الله في يعني فروح كتيرة قوي دلوقتي عندنا موجودة وبنشتغل عليهم. ان شاء الله هعرض الكلام ده كله على لجنه الكوره يمكن الاسبوع الجاي ولا حاجه، ونبتدي في خطه التوسع. يعني احنا عندنا خطه تطوير جوه الاكاديميه وخطه توسع، يعني توسع وانتشار في محافظات مصر كلها. طبعا احنا يعني احنا بنشتغل مع القطاع بتاع الناشئين شغل تقريبا مع بعض في كل حاجه، وكابتن فتحي على طول تقريبا كل يوم تليفونات بننسق مع بعض الشغل وبننسق مع بعض الترتيبات. ان شاء الله هو يعمل اختباراته في ملعب الاكاديميه، فاحنا خلاص احنا الاثنين رابطين مع بعض. ان شاء الله في حاجات كمان كتيره اتفقت مع لجنه الكوره عليها ان شاء الله نعملها كمان في الفتره الجايه، توسع اكتر كمان القاعده بالنسبه للمشتركين. ف يعني اول كلمه كان بتقال ان الاكاديميه دي دورها فني فني فني، عشان الناس بس بتبقى فاكره ان الاكاديميه دي استثمار بس، لا ده هو فني 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 وبعدين في الاخر الاستثمار، لدرجه ان احنا يعني احنا ما بنبصش لقصه الفلوس خالص، احنا عايزين الولد نبني شخصيه ولد صغير. يمكن انا كلمه هقولها لك ما قلتهاش قبل كده واول مره اقولها لك، وده اللي انا قلت للمدربين، احنا بنوصل الولد يبقى عنده 20 سنه وبيلعب فريق اول وبيلعب برجل واحده، فاحنا لازم الولد في السن الصغير ده الكرة تلمس كل حتة في رجليه، لازم يحس بيها وهي بتخبط في بطن رجله هتبقى عامله ازاي، وهي بتخبط في وش رجله الخارجي هتبقى عامله ازاي، ولما تيجي في سنه رجل ازاي، ولما تيجي بوش رجله. لازم الولد في المراحل السنه دي يكون شغال برجليه الاثنين وشغال بكل مكان في رجليه عشان يحس بالكرة. فده اللي احنا شغالين عليه، لو يعني لو هتاخدوا حتة من التمرين هتلاقوا الحاجات المهارات الاساسيه بتاعت الاولاد والحاجات السن الاكبر الجمل المركبه وحاجات كتيره قوي. ان شاء الله نتمنى ان السنه دي نعمل حاجه اضافه للاكاديميه، وانا عايز بس نقطه من اولياء الامور ان هم لازم تساعدني، ولازم تبقى عارف ان انت جايب ابنك مكان اسمه النادي الاهلي هتاخد حقك،
وزي ما بيقولوا ايه، هنحاول ان احنا نديك احسن خدمه. انت لازم كمان تبقى عارف ان الولد هياخد فتره على ما يتعلم، وما تستعجلش على الولد، واهم حاجه ان انت تبقى عارف ان وهو تحت سقف النادي الاهلي، فالنادي الاهلي بيخاف عليه زيك بالظبط. فاحنا في الاخر مسؤولين احنا الاثنين عن تربيه الولد، وعن الامكانيات اللي هياخدها الولد، والمكان اللي هو هيوصل له ان شاء الله. فاحنا يعني متبشرين خير ان شاء الله، ان احنا نقدر ان احنا نعمل حاجه كويسه السنه دي. لازم ولي الامر يبقى مقتنع وعارف ان لو ابنه بقى كويس انا المستفيد مش هو. يعني احنا كنادي اهلي بندور على الموهبه، بندور على الولد ان ازاي يبقى انا عندي بدل ما بختار من 20 واحد اختار من 80 واحد. فانا اللي عايز، عشان بس الناس بتبقى مستعجله، ابني ما راحش، هيجي وقت وهيروح. وانت في السن ده ابنك مره تلاقيه احسن لعيب في الدنيا، مره تلاقيه اقل، مره هو ده ابني، لا مش هو. فانت السن ده احنا بنبقى بنتعامل معاه كتير، فعارفين ان هو لازم ياخد وقته ولازم يتعلم. اهم حاجه هنا ان هو يتعلم، مش اهم حاجه ان هو يلعب. الناس بتبقى فاكره ان هو لازم يلعب ويشارك، لا، ويلعب ويشارك ده في وقته، وهيلعب ويشارك ان شاء الله في خطه للمشاركه، كل الناس يبقى بتشارك وبتلعب مباريات. انما الفكره ان هو يتعلم قبل ما يشارك. لا، هيشارك من غير ما يتعلم في الاخر هتوصل عند 16 17 سنه هتلاقيه مش موجود يعني. فاحنا هدفنا تعليمي، وبعد كده المشاركه بعد ما يتعلم كويس قوي، بعد ما يتربى كويس قوي ازاي يبقى لعيب كوره، وده مهم جدا.